إذن هي أيام قليلة وينطلق عام دراسي جديد، ومعه تتسابق المدارس الخاصة في إمارة الشارقة على وضع اللمسات الأخيرة لتوفير انطلاقة أنموذجية للطلبة. غدير المعيني يرصد لنا جانبا من هذه الاستعدادات. مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن مدى جاهزية المدارس. سؤال نجيب عنه في جولتنا هذه بإحدى المدارس الخاصة. فخلال جولتنا في إحدى المدارس الخاصة لمسنا جاهزية الكوادر التعليمية لاستقبال الطلبة في مختلف الفصول الدراسية والمرافق المدرسية. فإنما توجهت عدسة كاميرا أخبار الدار، سرعان ما تتلقف جهودا تسابق الزمن لتوفير بداية مثالية لأجيال اليوم والغد. فهنا اللمسات الأخيرة توضع في الفصول الدراسية المجهزة بأحدث طرق ووسائل التعليم والتدريس. وهنا مكتبة تتزين أرففها بكتب تحمل بين طياتها ما جادت به عقول مؤلفيها، وصولا للأنشطة اللاصفية في قاعات تعلم الموسيقى والرسم. فالأطفال بالطبع لا يستغنون عن فضاءات الفن. كل هذا يأتي بهدف توفير بيئة تعليمية أنموذجية آمنة وصحية، وهو ما تؤكده أيضا جاهزية العيادات المدرسية. نحن نقوم بعمل تجديد كامل وشامل لجميع مرافق المدرسة من خلال غرف الموسيقى وتجديد الأجهزة الموسيقية، وأيضا من خلال العيادة المدرسية. أيضا نقوم بعمل تجديد في الملاعب المدرسية، وأيضا تجديد الفصول، وأيضا توفير جميع المصادر التربوية للطلاب. الجاهزية في هذه المدرسة بطبيعة الحال ستكون متشابهة في شتى المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف هيئة الشارقة للتعليم الخاص. ولو بحثنا عن الاختلاف فسيكون في الاستراتيجية المتبعة في نظيراتها، فلكل مدرسة استعدادها الخاص لاستقبال الطلبة. نحن سعداء لاقتراب موعد استقبال أبنائنا الطلبة، ونحن نعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة في مختلف أقسام المدرسة، كما قمنا بتجهيز مرافق حديثة تختص بالبيئة. فكما نعلم تتوجه الدولة الآن نحو الاستدامة، وهو ما نحرص على غرسه في طلبتنا. ومع هذه الجاهزية يبقى الدور الآن على أولياء الأمور لتجهيز وإعداد أبنائهم لانطلاق عام دراسي جديد ينطلق ومعه تنطلق الإمارة والدولة لتعزيز ريادتها في بناء جيل واعد مسلح بالعلم والمعرفة.